مرحب يا هلال أهل. السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة، معكم ليلى. نتمنىكم كاملين تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله نقدم معكم بليغات فقط بربع ديال الدقيق، 250 غرام. غنوجدوا أكثر من 65 حبة من البليغات بوقت وجيز وبطريقة جد سهلة، وكذلك مكونات بسيط. فكنتمنى إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو أو كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا وألف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة. ختابوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذن بالنسبة للمكونات فغادي نحتاج فيها 250 غرام ديال الدقيق الفرص أو الدقيق الأبيض، يكون خاص بالحلويات يعني نوعية جيدة. غادي نضيف ليها 200 غرام ديال الزنجلان اللي تيكون منقي من طبيعه الحال وما كيكونش محمر، بغيتو تصهدوه غير شويه ممكن لكن ما تحمروش. هنا غادي نضيف رشه من الملح، نصف ملعقه صغيره من حبه حلاوه مطحونه بطبيعه الحال ام غربله، نصف ملعقه صغيره من النافع، كذلك واحد نصف ملعقه صغيره من القرفه، وملعقه صغيره من خميره الحلويات. غادي نحتاج هنايا ملعقه كبيره من الزبده نوازيت، يعني الزبده نوازيت كنحطوها في فوق النار حتى كتبدا يعني كترتق وكتولي اللون ديالها بني، هكذا كنحصلوا على زبده نوازيت. نخليوها تبرد ونعبروا منها ملعقه كبيره. كذلك كنضيفوا ملعقه كبيره من زيت نباتي مع هذه الزبده. عندي هنايا ربع كاس من ماء الزهر، وغادي نضيف الماء بارد باش غادي نكمل جمع العجين. غادي نخلطوا النواشف هما الاولين. بسم الله، ثم غنضيف داك الزبده والزيت. وما زهر. وغادي ناخذ الماء باش غادي نجمع العجين. والماء طبيعي الحال كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. فاحنا كنخلطو وكنشوفو عينينا ميزاننا. هي بالنسبة للعجين مخصهاش تكون قاسحة ومخصهاش تكون خفيفة، يعني بين وبين. من بعد ما كنجمع العجين كتكون على هذا الشكل بحال هكذا. هادشي اللي كيبقى لي من الكاس، يعني استعملت كاس الا ربع من الماء، وانتم عاوتاني كيبقى لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. صافي، غادي نوضع في بلاستيك غذائي نخليها ترتاح غير واحد 10 ديال الدقائق اولا 5 دقائق ونبداو كنخدموها. من بعد ما كترتاح لنا العجين كنرش طاولة العمل بشويه ديال الدقيق وكنبدا كنسرحها. هي ضروري انها خصها تكون رقيقه مزيان مزيان، ونحاولوا اننا ما نخدموش بكميه كثيره من العجين، يعني نقسمو على جوج ونخدمو باش هكذا كتسهل علينا الخدمه. واهم حاجه هو انه تكون كامله في سمك واحد، يعني ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه، وقد ما رققناها كتجينا مقرمشه يعني كتجي خصه. ثم ناخذ الجراره ديالي، ممكن نقطعو غير بالقطع ديال البيتزا، ونبدا كنقطع بالحجم اللي انا بغيتهم، يا اما يكونوا كبار ولا صغار نتوما واش حبيتو. وما تبقى لنا من العجين كنجمعوه ونعاودو نردو البلاستيك الغذائي باش هكذا ما كتنشفش لينا العجينه وكنعاودو نخدمو بها مره اخرى. صافي، كنبدا كناخدو هاد الطرف مع هاد الطرف وكنقرصو عليه. هانتوما كيف كتشوفوا طريقه جد سهله، يعني ما كتحتاج منا حتى شي مجهود. غادي نستمر بنفس الطريقه على الشكل. اهم حاجه هو اننا نقرصو عليها مزيان هكا.
صافي ونكمل الكمية اللي عندي كاملة ونوضعهم في واحد الصينية حتى كنكمل الحلوة ديالي كاملة، عاد غادي نبدا كنقليهم. ودائما كيف قلت لكم هذوك الزوائد اللي كيبقاونا في الجوانب ديال العجين كنجمعوهم ونعاودو نحتفظو بهم في بلاستيك غذائي. اذا بعد ما كنتهي من التشكيل ديالهم هانتوما كيف كتشوفوا صافي، غادي نبدا كنقليوهم. عندي هنايا مقلاه فيها زيت يكون شويه غزير، وعندي هنايا العسل اللي كنت حضرته معكم غادي تلقاوه بالقناه، وغادي نبدا كنقلي. عافيه تكون مهيله ما تكونش مجهده على الحلوه باش ما تحرقش لينا. بسم الله صافي، كنخليها حتى كتحمر وكتكتسب واحد اللون ذهبي ونطفيها في العسل. وحنا كنحطوها كنعاودو نبركو على هاد السده اللي درنا ديال العجين باش كتبقى قابطه في راسها. اذا بعد ما كتحمر لينا البليغه ديالنا غادي نضيفها هكذا في العسل من بعد ما نستقطرها مزيان من الزيت، ونخليها مرقده واحد شويه. الجهد اللي كنقلي عاوتاني القليه الاخرى عاد كنصفيها. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكملها كامله، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفها في الشكل النهائي ديالها. اذا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات اللي حضرت معكم اليوم، كيجيو على هذا الشكل هانتوما كيف كتشوفوا، كيجيو مقرمشين ورائعين. وبربعه ديال الدقيق خرجنا اكثر من 65 حبه ديال البليغات. نتمنىكم تجربوهم لانه اكيد غادي ينولوا الرضا ديالكم، وطريقتهم راه كيف شفتوا سهله جدا وكنحضرهم في وقت وجيز. نتمنى الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم ولعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج ما بين الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن انتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه، والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.